من وجهة نظري أن حكومة الإقليم التي هي برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تريد حل هذه الأزمة في ظل حكومة السيد محمد شياع السوداني، ربما تماطل وتحاول اكتساب الوقت لمدة أطول على أمل أن الحكومة القادمة التي دكتورة ليش ما تريد تحلها؟ الانتخابات في العام القادم ربما ستتسلم وزارة المالية وسيغضون الطرف عن توطين الرواتب مثلا، هذا الشرط. الحكومة الاتحادية أيضا سيدتي يعني مستفيدة بعدم إرسال هذه الأموال إلى حكومة إقليم كردستان، هي في النتيجة هي أموال ستبقى في خزينة الدولة العراقية. هذه الازدواجية في التعامل بين الموظفين في العراق سياسة غير مقبولة أبدا من قبل وضحت الفكرة دكتورة أيضا حكومة ذات